السلام عليكم ورحمة الله. اليوم رح نبدأ في chapter جديد اللي هو chapter 9. وفي chapter 9 we will study the chemical kinetics. وعلى فكرة chapter 9 هو بداية واحد من two chapters اللي هما chapter 9 و 10. التنتين بيكون موضوعهم اللي هما chemical kinetics. بس في الجزء الأول هذا هو مسمي chemical kinetics 1 وthe basic idea. The basic idea يعني احنا نتعرف فيه على الأساسيات، الأشياء اللي بتكون basic، بتكون إيش مالها اللي basic، هناك أشياء البسيطة عن التفاعلات الكيميائية بجزء بتعرفوا بعضها، بس رح نأخذ بعضها كمان في بعض التفصيل، فرح نتعرف على أشياء جديدة اللي هي كيف بنقيس سرعة التفاعل، كيف بنكتب قانون سرعة التفاعل، وكيف بنحدد الثوابت اللي في قانون سرعة التفاعل، وهلما جرى. فباختصار هذا اللي هو تشابتر رح نتعلم فيه عن سرعة التفاعل وكيف نتحكم فيها. اوكي، خلينا في البداية نتعرف شو هي الكيميكال كينيتكس، شو الديفينيشن، يعني if you would like to define chemical kinetics what's chemical kinetics. فهي هذه هو الكيميكال كينيتكس، بنعرفها انه the rate of change of concentration of reactants and product with time. باختصار هي عن كيف بيتغير سرعة التفاعل مع التغير في تركيز الرياكتنت لتفاعل معين. وخلينا نشوف نتعلم بالأول كيف نقيس سرعة التفاعل. فكيف نقيس سرعة التفاعل؟ وخلينا نوضح في مثال، نأخذ hypothetical reaction A reacts with 3B to gives 2Y. فهذا التفاعل كيف بنعمله؟ بدك تأخذ في البداية التفاعل كمية من A وكمية من B، وعادة بيكون في المحلية المحلول، بتخلط المحلولين فبيكون في عندك تركيز من A وتركيز من B، وفي بداية التفاعل راح يكون تركيز Y صفر، لسه ما تكون Y. اوكي، فبعد ما تخلطهم التفاعل بيبدأ، واللحظة اللي بتخلط فيها الرياكتنت هي اللحظة اللي بيبدأ فيها التفاعل، وهذا بنسميه zero time of the reaction، هذا بنسميه zero time the reaction اللي هي لحظة بداية التفاعل. اوكي، فراح تلاحظ انه A و B are consumed during the reaction. هذول A و B شو بصير فيهم؟ بيستهلكوا خلال التفاعل. فراح تلاحظ تركيز A و B بتناقص خلال التفاعل، وبينما المادة Y is produced during the reaction، فهي تنتج خلال التفاعل، فبتلاحظ انه في البداية كان تركيزها صفر، راح يصير يزداد تركيز المادة Y. اوكي، كيف بنقيس سرعة التفاعل او كيف بنعرف سرعة التفاعل؟ بس خلينا نشوف قبل ما نبدأ فيها اللي هي كيف بيتغير. بدينا في تركيز معين من A وتركيز معين من B، وهذا التركيز اللي بدينا فيه التفاعل بنسميه الـ Initial Concentration، ومن هلأ وطالع الـ Initial Concentration لـA we call it A note، اللي هي A note. This is the Initial Concentration، يعني هذا التركيز في بداية التفاعل. نفس الطريقة بنسمي الـ Initial Concentration of B بنسميه B note، فهذا اختصار B note خلال التفاعل. طبعا في بداية التفاعل Y ما في منها، تركيزها بيكون صفر في النقطة هذه. هلا شو بصير بعد ما ننتظر خلال الزمن؟ راح تلاحظ إذا قست التركيز مع الزمن ورسمت رسمة زي الرسمة هذه، راح تلاحظ إنه تركيز A شو بصير فيه؟ بيتناقص، هذا اللي متوقع لأنه A بيتفاعل ويستهلك خلال التفاعل. فنتذكر إنه A is consumed during the reaction. نفس الطريقة B راح يستهلك كمان خلال التفاعل، وبتلاحظ تركيزه شو بصير فيه؟ بقل، وإذا التفاعل بوصل للكمبليشن يعني التفاعل بينتهي، بتوقع في نهاية التفاعل A و B يوصلوا الصفر، يعني راح يظل ما شاعت تصير تركيزهم إيش ماله صفر في نهاية التفاعل. B بالمقابل راح تكون العكس، تركيزها كان في البداية صفر، راح تلاحظ تركيزها بصير يزداد مع الزمن، كل ما انتظرت من بداية التفاعل فترة أطول بصير التركيز يزداد كمان وكمان. أوكي، هذه الطريقة اللي بيتغير فيها التركيز. هلا فكيف منقيس سرعة التفاعل؟ اوكي،
وعادة للرياكتنت بنقيس إشي بنسميه الريت اوف كونسمبشن اوف رياكتنت، بنقيس إيش بنسميه الريت اوف كونسمبشن. فعشان هيك A تستهلك فبنقيس الريت اوف كونسمبشن اوف A، سرعة استهلاك المادة A في التفاعل. وعلى فكرة هذه شو بعرفها؟ برمز لها بالرمز VA وبقرأها الريت اوف كونسمبشن اوف A، and this is equal to the rate of change of concentration of A with time. واضح اللي بتساوي ناقص الريت اوف تشينج اوف كونسنتريشن اوف ايه وذ تايم. يعني باختصار لو اخذت لك فتره زمنيه قصيره بس خلال التفاعل راح تلاحظ التركيز فيها بيتغير، بتاخذ التغير في التركيز وبتعرف تقسمه على التغير في الزمن. لاحظ بعطيك هذا اللي هي قيمه سالبه لسرعه استهلاك ايه. السبب بعطيه قيمه سالبه لانه التركيز بيتناقص، فعشان هيك بنضربها في سالب، وهيك بيكون VA دائما او سرعه استهلاك او انتاج اي ماده التنتين بيكونوا موجبات. فعشان هيك دائما سرعه استهلاك الماده المتفاعله بنضربها باشاره ناقص عشان يكون سرعه استهلاكها موجبه، هنعرف استهلاكها موجبه، بتساوي ماينس TA باي DT. وهذا الرقم لاحظتوا كيف؟ يعني التغير في التركيز على التغير في الزمن مضروب في إشارة ناقص بالنسبة لي من simple rate of consumption of A. نفس الطريقة rate of consumption of B كيف منقيسه؟ بنرمز له بالرمز VP. VP وبنقرأها rate of consumption of B، وشو بيساوي؟ ناقص التغير في تركيز B في على التغير في الزمن. لنرد على التغير في الزمن. نفس الشيء كمان بالنسبة للرياكتنت نقدر نقيس سرعتها، بس ما بنقيس سرعة استهلاكها، بنقيس سرعة تكونها. فعشان هيك بنقيس شيء بنسميه الريت اوف برودكشن اوف واي، او بنقيس الريت اوف فورميشن اوف واي. وشو بنعرفها؟ بنعرفها بتساوي اللي هي في واي، الريت اوف برودكشن اوف واي از ايكوال تو ذا تشينج اوف كونسنتريشن اوف واي ديفايدد باي تي. وعادة بناخذ التغير خلال فترة زمنية قصيرة، عشان هيك ما بنستخدم الرمز دلتا، بنستخدم الرمز دي تي، يعني بناخذها خلال فترة زمنية قصيرة جدا. اوكي، فعشان هيك واضحة. فهذه هي باختصار طريقة احتسابها. وشو بتلاحظوا على فكرة؟ يعني باختصار VA هي مشتقة التغير في تركيز، اوكي لاحظت كيف هي مشتقة، لو كان في عندك علاقة بتوصل لك كيف بيتغير مع الزمن، ايه بتساوي المشتقة الأولى DA by DT، هذه المشتقة الأولى مضروبة بإشارة سالب، هذه هي المشتقة الأولى اللي بالنسبة لـ B كمان مضروبة بسالب، بالنسبة للبرودكت بتكون هي كمان المشتقة الأولى بس ما في إشارة سالب. فكيف بنقيسها؟ تعرفوا المشتقة الأولى، والمشتقة الأولى على فكرة شو هي؟ هي ميل المناس مماس لمنحنى. يعني لو أخذت function وأخذت له المشتقة الأولى، شو هي المشتقة الأولى؟ يعني أخذت المشتقة الأولى عند نقطة معينة، شو هي المشتقة الأولى؟ هي باختصار ميل المماس عند هذيك النقطة. فعشان هيك خلينا ناخذها، لو بدي اقيس سرعه استهلاك اي عند الزمن هذا، راسم هون عن الكونسنتريشن مع الزمن، فبدي اخذ عند الزمن هذا بدي اقيس سرعه استهلاك اي، كيف بقيسها؟ زي ما بتشوفوا هي سرعه استهلاكها شو هي؟ هي المشتقه الاولى، والمشتقه الاولى قلنا ايش مالها؟ هي ميل المماس عند النقطه هذه. فعشان هيك بتيجي على النقطه هذه وبترسم مماس، ماشي بترسم له مماس، وبعديها بتاخذ ميل المماس. اوكي، وهذا بتاخذ ايش ماله؟ اللي هو ميل المماس. اوكي، المفروض تعرفوا كيف بناخذ ميل المماس، بس اذا ما بتعرف فبتيجي على المماس هذا. لو افترضنا هذا هو المماس، شو بتعمل؟ بترسم ايش عليه؟ مثلث صغير اللي هي زي هيك، وبتلاحظ انه المما لما ترسم المثلث هذا المماس مع المنحنى هذا شو بيعمل؟ بيعمل سم انجل نسميها تيتا. وعلى فكره ميل المماس اللي هي بيساوي تان ثيتا، بيساوي ظل الزاويه ثيتا. وعلى فكره كيف بتعملها؟ كيف بتطلع ظل الزاويه ثيتا؟ ما بتقيسها بالمنقلي على سبيل المثال، لا، بتقيس بتساوي طول الضلع هذا مقسوم على طول الضلع هذا. فانت بتيجي على الاكسس هذا بتقيس قديش النقطه هون والنقطه هون على الاكسس تاعتك، بتطرحهم من بعضهم البعض بتعطيك طول القطعه المستقيمه هذا اللي هي المقابل للزاويه ثيتا. نفس الطريقه بتيجي على القطعه هذه، القطعه المستقيمه هذه، وبتاخذ كمان تطلع طولها بنفس الطريقه، بتشوف قديش كان الزمن هون
والزمن هون اللي هي بتطرحهم من بعضهم البعض وبتعطيك اللي هي طول القطعة هذه اللي هي، وبعديها بتقسم المقابل على المجاور بعطيك ظل الزاوية ثيتا اللي هي، وهيك بتكون طلعتها. بس لاحظوا لي على فكرة مبين انه المماس هنا ايش ماله؟ ميله سالب. لاحظتوا كيف؟ يعني هذا زي خط مستقيم ميله سالب، فانت بس تاخذ تطلع السلوب هذا بتاخذه بتضرب اشارة سالب، وبعد ما تضرب اشارة سالب طبعا راح يكون موجب، وهذا هو الريت. فدائما الريت زي ما نتوقع ايش بيطلع؟ دائما موجب. فدائما للرياكتنت بنضرب ايش المشتقة هذا باشارة سالب، ماشي؟ اللي هي بالنسبة للبرودكت ما في داعي. بالنسبة للبرودكت لو بتقيس مثلا سرعة انتاج البرودكت عند الزمن هذا، نفس الطريقة شو بتيجي بتعمل اللي هي عند الزمن هذا، وبترسم مماس. لاحظت كيف اللي هي، وبتاخذ كمان ميله بنفس الطريقة. لاحظتوا كيف؟ هاي الزاوية ثيتا، وبتلاحظ هون الميل موجب، يعني بتطلع السلوب موجب، فما في داعي تضربه بإشارة سالب للبرودكت. وهالطريقة بتكون ايش؟ بإمكانك تقيس سرعة التفاعل عند أي لحظة بدك إياها، يعني بتقيسه عند اللحظة هذه بصير، عند اللحظة هذه بصير، عند اللحظة هذه كمان بصير، فأنت ما عليك غير ترسم له، فبترسم المماس. وعلى فكرة واضح لما بتطلع على المنحنى إنه الميل هنا عالي، هنا أقل، ولو أخذته عند هنا راح يكون أقل وأقل. وشو بتقول لك هذه؟ بتقول لك إنه التفاعل بتقل سرعته كل ما مشي، كل ما استهلكت كمية أكبر من الرياكتنت التفاعل شو بصير فيه؟ بقل سرعة تفاعله. نفس الطريقة بإمكانك تقيس كمان سرعة استهلاك به في نفس الطريقة هذه. أوكي. بل على فكرة عشان نعرف سرعة الاستهلاك والإنتاج، هل لازم نقيس اللي هي سرعة إنتاج واستهلاكهم كلهم الثلاث مواد اللي بالمعادلة؟ في الواقع لا، لأنه استهلاكهم مرتبط بالمعاملات، هاي المعامل إلها واحد، هاي ثلاثة، وهاي اثنين اللي هي. فإذا عرفت أنت سرعة إنتاج أو استهلاك أي واحدة في هذول الثلاثة بإمكانك تحسب الثانية. كيف؟ مثلا ماشي، لو بعرف سرعة استهلاك إيه، وبالمعادلة هاي شو بتقول لك؟ بتقول لك كل ما استهلكت واحد مول راح تستهلك ثلاثة مول، يعني كل كمية من إيه أو كل عدد مولات من إيه راح تستخدم قديش؟ ثلاث أضعافه. فأنت على فكرة لو قست عند يعني عند الزمن هذا راح تلاحظ إنه سرعة استهلاك الكمية اللي تستهلك أو الميل راح يكون ثلاث أضعاف الميل عند النقطة هذه اللي هي بالنسبة لإيه. واضح؟ ليش السبب؟ انه لاحظ تقيسه الفتره الزمنيه هي نفسها، بس ايش كميه المولات معروفه النسبه بيناتها، اذا استهلكت واحد مول راح تستهلك قديش بالمقابل ثلاثه مول. وبهيك الطريقه بتعرف انه دائما سرعه استهلاك بي راح تكون ثلاث اضعاف سرعه استهلاك اي. واضحه؟ كثير سهله ما فيها. طب لو سالنا كمان نفس السؤال، شو العلاقه بين سرعه استهلاك اي وسرعة استهلاك واي أو سرعة إنتاج واي؟ واضحة؟ ونبين كل ما يستهلك واحد مول من A راح ينتج عندك اثنين مول من واي. فعشان هيك لازم تكون هذا سرعة ظهوره بتساوي ضعف سرعة اختفاء هذا. وعلى فكرة هذا كمان شو بقودك لشغلة، إذا أخذت سرعة استهلاك أو إنتاج أي واحدة في هذول الثلاثة وقسمتهم على المعامل بصيروا كلهم متساويات. مش هيك؟ قلنا هذه سرعة ظهورها ثلاث أضعاف هذه، مش هيك؟ سرعة ضعوف ظروف سرعة اختفاء البي بتساوي ثلاث أضعاف سرعة اختفاء مين؟ اللي هي الاي، ماشي؟ اللي هي بسرعة اختفائها اللي هي ثلاث اي. فإذا أخذت ايش؟ سرعة اختفاء اي وقسمتها على واحد، وأخذت سرعة ايش؟ اختفاء بي وقسمتها على ثلاثة، بصيروا التنتين قد بعضهم، ماشي؟ ونفس الشيء على فكرة إذا أخذت كمان سرعة A إنتاج Y وقسمتها على الكوفيشنت تاعها اللي هو 2، بصيروا كلياتهم إيش مالهم؟ متساويات. فأنت على فكرة كمان شو بإمكانك تكتب؟ تكتب إنه من هذا المعادلة هذه المعادلة إنه سرعة إنتاج A شو بتساوي؟ سرعة استهلاك B مقسومة على 3 وبتساوي سرعة إنتاج B مقسومة على 2، الثلاثة إيش مالهم؟ قد بعضهم البعض. فما بدي في داعي نقيس كل واحدة في هذول، بكفي ان نقيس منهم واحدة. اذا عرفت واحدة بامكانك تحسب قديش سرعة استهلاك او انتاج الباقيات من وين من المعادلة. اوكي، زي ما قلنا في السلايد السابق
إذا عرفت سرعة، ناخذ هذا التفاعل نمثل هذا بسيك الرياكشن مثلينه بالمعادلة التالية: A of B reacts with B of B to give C of C and D of D. قلنا إذا عرفت أي واحدة من هذول بإمكانك تقيسهم إيش؟ بإمكانك تحسب الباقيات حساب بدون ما تقيسهم بالتجربة. يعني إذا عرفت إيش سرعة استهلاك أو إنتاج أي واحدة في هذول الأربع مواد بإمكانك تعرفهم. الشغلة الثانية اللي حكيناها، إذا أخذت سرعة استهلاك أو إنتاج أي واحدة وقسمتهم على الكوفيشن تاعهم كلهم بصيروا شو مالهم؟ متساويات. يعني ناخذ الريت اوف كونسمشن اوف اي اند يو ديفايد ات باي اي، ماشي، تاخذ الريت اوف كونسمشن اوف بي ديفايد ات باي بي اللي هي الكوفيشنت اوف بي، تيك ذا ريت اوف فورميشن اوف سي ديفايد ات باي سي، تيك ذا ريت اوف فورميشن اوف دي ديفايد ات باي دي. ناو بيكوز يو هاف ديفايد ذم باي ذير كوفيشنتس all of them becomes equal، كلياتهم شو بصيروا؟ متساويات. واضحة؟ اوكي، بدل ما نكتبها بالطريقة الطويلة هذه كمان بإمكانك تكتبها بالصورة القصيرة، بتكتبها بطريقة أقصر شوية. تستخدم ناخذ هذا الـ VA شو بنقرأها هذه؟ الـ rate of consumption of A divided by A is equal to the rate of consumption of B divided by P equals to the rate of formation of C divided by C equal to the rate of formation of D divided by D. كلياتهم تاخذ سرعة استهلاك أو إنتاج وبتقسم على الكوفيشنت كلياتهم بصيروا شو مالهم؟ متساويات. ماشي، وإذا بتعرف الكوفيشنت إذا عرفت أي واحدة بتحسب الباقيات. By the way all of those are equal، وأي واحدة منهم لاحظوا you have to sometimes you need to specify انه this is the rate of consumption of A. بس لما بحكي اوكي okay. اذا اخذت هذول كلهم الاربعه متساويات و any one of them we call it the rate of the reaction. فعشان هيك من هلا وطالع لما تاخذ تسمع كلمه rate of reaction وما يحكي لك من اي reactant او product طوالي شو بتستنتج منها؟ انه ما خذ انه هذه شو بتكون؟ سرعة استهلاك او انتاج اي وحدة مقسومة على ايش؟ على الكوفيشنت. فعشان هيك اي وحدة من الاربعة هذول بنسميها ايش؟ V، بدون ما نحدد ايش هي، ما تحط لا A ولا B ولا C. اولي هاي بس تشوفها شو هي؟ هذه عبارة عن اي وحدة في هذول، قيسها من خلال اي وحدة بدك اياها، ما بتفرق، لانهم كلياتهم شو مال متساويتهم بنسميها الريت اوف رياكشن. واضحة؟ فعشان هيك كمان شغلة ثانية بالريت اوف كونسمبشن، اوكي لاحظت كيف اللي هي الريت اوف ذا رياكشن شو بنعرفه؟ لاحظ لما بقول لك ريت اوف رياكشن without specifying which reactant or product، لما بقول لك ريت اوف رياكشن شو هي؟ هي الريت اوف كونسمبشن or production of any of the reactants or the product divided by its coefficient. واضحة؟ يعني لما بعطيك شيء اياها اعرف انه اي وحدة سرعة استهلاك او انتاج اي وحدة بالمعادلة مقسومة بالمعادلة بدون ما يحدد لك شو هي. فهي الطريقة او العلاقة بين اللي هي سرعة استهلاك وانتاج المواد المختلفة. بس اعطيك اياها ملاحظة، ماشي، بل على فكرة مين الأسرع استهلاكا، يعني مين تركيزها بيتغير أسرع شيء؟ عادة اللي بتكون استهلاك تغير أو تغير في تركيزها أكبر شيء بيكون الكوفيشن تاعها كبير، فبيكون الريت اوف كونسبشن أور برودكشن تاعها على شيء. واضحة؟ واللي هي أوكي المادة اللي بتكون استهلاكها اللي هي أبطأ شيء بتكون اللي الكوفيشن تاعها صغير، كل ما كان الكوفيشنت اقل بتكون سرعه الاستهلاك ايش مالها اقل. فطوالي بس يعطيك فكره بس تشوف ايش القيم هذه، ماشي، يعني لو كانت هذه واحد وهاي اثنين لاحظت كيف راح تكون سرعه تغير في سرعه هذا تغير في تركيز هذه اسرع، او سرعه استهلاك هذه بتكون اسرع بمرتين من هذه. واضحه؟ فدائما الاسرع استهلاكا او انتاجا هي اللي بيكون ايه الكوفيشنت تاعها اكبر ما يمكن. اوكي نحكي عن شغله، زي ما بنعرف دائما سرعه التفاعل بتعتمد على التركيز، فلما بتغير التركيز بتغير سرعه التفاعل، وعاده في الاغلب الاحيان بتكون العلاقه بين التركيز وبين سرعه التفاعل علاقه طرديه. فكيف بنعرف؟ بس على فكره العلاقه طرديه هي بس مش علاقه طرديه بسيطه، في بعض الاحيان بتلاحظ انه سرعه التفاعل بتتناسب مع تركيز واحد المتفاعلات لقوه واحد، في متفاعلة ثانية ممكن تكون لقوة اثنين، أو في متفاعل لقوة ثلاثة، يعني أبعاد مش دائما بيتناسب مع تركيزها، مرات بتناسب
مع مربع التركيز، مرات بيتناسب مع مكعب التركيز وصوصاً. فدائما سرعة التفاعل بتعتمد على تركيز الرياكتنت بالتفاعل. لاحظ بتعتمد فقط على الرياكتنت، وفي اغلب الاحيان ما بتعتمد على البرودكت، ولو انه في احيان ممكن تعتمد على البرودكت، بس بشكل عام تعتمد على تركيز مين؟ اللي هم الرياكتنت. فعشان هيك كيف بنمثل او كيف بنبين كيف بتعتمد سرعة التفاعل على التركيز؟ وعادة بنمثلها من خلال قانون بنسميه الجنرال، اللي هو لاحظتوا كيف من رياكشن، اللي هو الريت لو اوف رياكشن. لاحظتوا كيف بنعرفها من خلال ايه؟ قانون بنسميه الريت لو اوف ذا رياكشن، قانون سرعة التفاعل. وعلى فكرة لهذا التفاعل ناخذ تفاعل ان جنرال زي التفاعل هذا A of A plus B of B plus C of C and so on، كمل فيهم overall reactant it gives a product. It doesn't matter what the products are، ما بيهمك شو هم البرودكتس، لأنه سرعة التفاعل فقط بتعتمد على تركيز مين هي؟ بتعتمد على تركيز الرياكتنت. ماشي؟ اوكي، فعشان هيك بإمكانك تكتب قانون سرعة التفاعل، وقانون سرعة التفاعل بتكتبه إنه VA مثلا سرعة استهلاك A is equal to what some constant KA، نحكي هلا شو هو الـ KA، multiplied by the concentration of reactant A to the power alpha. لا ماشي مضروب. okay multiplied by the concentration of the second reactant raised to the power beta، the third reactant to the power gamma، if there is a fourth reactant also to the power delta and so on. لاحظت كيف؟ فهاد this what we call it. what do we call this? what do we call this relationship? لاحظت كيف اللي هي؟ This relationship is called the rate law of the reaction. We call it the rate law of the reactions. By the way, these constants, they have names. And you need to know these names. What are the names of these constants? Let's take the first constant, اللي هو Ka. For what's Ka? What do we call Ka? Ka, we call it the rate constant of the reaction for the consumption of A. Rate constant for the consumption of A. فهذا بنسميه ثابت سرعة التفاعل لاستهلاك المادة A. واضح؟ فدائما الثابت هذا بنسميه الريت كونستنت، تعطي الرمز دائما K. اوكي، هلا الالفا، this alpha اللي هي الباور اوف ذا رياكتنت A، we call it the order of reactant A or the order of the reaction in reactant A او in A just simply. شو هي بنسميها الالفا هذه؟ الالفا is the order in reactant A. البيتا اللي هي الاس لبي، we call it the order in reactant B. والجاما is the order in reactant C and so on. فهذول الايش؟ الاكسبوننتس، we call them the orders. we call them ايش؟ the orders. الفا is the order in A. بيتا is the order in B. جاما is the order in C and so on. Okay, and if you take these orders alpha plus beta plus gamma and you add them together, alpha plus beta, يعني you take the sum of all of these orders, لاحظتوا كيف؟ The sum we call it the overall order of the reaction. هذا السم بنسميه ايه؟ The overall order of the reaction. In Arabic بنسميه اللي هو الرتبة الكلية للتفاعل، زي ما تقولوا order معناتها رتبة. فهذا بنسميها الـ overall order of the reaction. اوكي، واضحة؟ نفس الشيء if you are measuring the concentration of B، لاحظتوا يعني if you are measuring the consumption of B، you can write that VB is equal to some constant KB، و KB is different than KA. واضحة؟ KB is different than KA، يعني هون سميناه KA لما كنا نقيس الـ rate of consumption of A، هون بنقيس الـ rate of consumption of B. فالـ rate constant is equal to KB times، okay، the rest of the rate law remains the same. فالتغير الوحيد اللي بيصبح اللي بيحدث عندك اللي هو الـ KA استبدلناها بـ KB، ثابت جديد اللي هو KB. بس the orders they are independent of concentration أو أي reactant. الأوردر ما بيعتمد على أي reactant بتقيس، فالأوردر بيضلوا هم نفسهم، والأوفرول أوردر كمان شو بيضلوا؟
بيظلوا نفسه. إذا كتبتها للمادة سي للريتو برودكشن اوف سي راح يطلع عندك كمان الثابت بس بنسميها كي سي، ما كتبتها بس نفس الطريقة. إذا إنك إيش قست الريت اوف كونسبشن اوف اي اتس كي اي، إذا قست الريت اوف كونسبشن اوف بي بتكون كي بي، إف يو ميجر ذا ريت اوف فورميشن اوف ون اوف ذا برودكت بتكون اللي هي نسميها في واي، وراح يطلع عندك اللي هي الكي واي اند سو اون. فما بتفرق كثير اي واحده بتقيس. But is there a relationship between كي اي اند كي بي؟ والواقع نعم، لاحظتوا كيف ماشي اللي هم، وباي ذا واي they differ by اللي هم the coefficients، لاحظتوا كيف ماشي اللي هم بيختلفوا فقط في ايه اللي هو في الكوفيشنتس. ف therefore if you take ka and you divide it by the coefficient of a in the equation and you take kb divided by kb the equation in the, by the coefficient of b in the equation ماشي، و take ايش kc rate constant for the consumption of c and you divide it by the coefficient of reactant c، كلهم هذول شو بصيروا متساويات. و any one of those what we call it we call it a اللي هو kc sorry there is a problem here we call it h in general k بنسميه ايش هذا اللي هو الريت لو اوف ذا رياكشن. باي ذا واي ذس از ا ميستيك يو هاف تو فيكس ات اولسو ان ماي نوتس. فذيرفور ذس k وي كول ات ذا ريت كونستانت جاست يو دونت يعني اف يو تيك k اند ديفايد ات باي a ات بيكمز ذا ريت كونستانت اوف ذا رياكشن. اند وين يو سي ذا رياكشن كونستانت فور ذا رياكشن يو دو نوت نيد تو سبيسيفاي ويتش رياكتنت اور برودكت. طوالي القارئ بيفهم انه سرعه اي وحده في هذول او الكي لاي واحد لاستهلاك اي وحده في هذول مقسوم على مين اللي هي على A. فزي ما انتم لاحظين اللي كتابه لاحظتوا كيف لاحظوا انه بس كتابه الجنرال فورم اوف ذا ريت لو، ولاحظوا لي ذيس از نوت ذا ريت لو ذيس از ذا جنرال فورم. اوكي واضح هذا شو بنسميه هذا الجنرال فورم. امتى بصير الريت لو؟ لما تقيس الفا والبيتا والجاما ماشي والكي تعوضهم في القانون، هلا بهذيك اللحظه بصير الريت لو. بس ما دام هذول مجهولات هذا مش ريت لو، بس هذا ايش شكله العام للريت لو. فدائما بنقيسه، وزي ما راح نشوف كمان شوي الالفا والبيتا والجاما those are empirical constants. What does it mean empirical constant؟ يعني they have to measure to they have to be measured by experimentally. واضح؟ You have to measure them by experiment. هذول الالفا والبيتا والجاما ماشي، وعلى فكرة هذول ما بتقدر تتحذرهم ولا بتقدر يعني تستنبطهم من العلاقة تقول مثلا الالفا لازم تساوي ايه؟ لا مش بالضرورة. فما في علاقة بين الكوفيشنت وبين الباورز، لاحظتوا كيف هذول واضحة؟ ممكن الالفا تساوي ايه بس مش دائما مش بالضرورة تساويها. كيف بعرف قيمة الفا؟ ما في غير طريقة واحدة، تروح على المختبر تعمل تجربة وتقيس قيمة ايه وبي وجاما. واضحة؟ فهذول عشان هيك we call them empirical constants أو we call them experimental constants، يعني they have to be measured experimentally. اوكي اليونتس اوف ريت كونستانت اللي هو الكي، وات ار ذا يونتس اوف كي ان ذا ريت لو؟ والكي از ا بروبورشناليتي كونستانت، ودائما البروبورشناليتي كونستانت دي هاف يونتس، فز وات ذا يونتس اوف كي. وعلى فكره ذا انسر از نوت ذات سمبل، ات ديفر يونتس اوف كي ديفرز فروم وان رياكشن تو انذر، بتختلف من تفاعل لثاني. وكيف بنعرفها؟ دائما على ايش بتعتمد؟ It depends on the overall order of the reaction. نقراها زي rule، دائما the units of the rate constant depends on the overall order of the reaction. It depends on the overall order. يعني اذا في reactant وحده بيعتمد على الاوردر فيها الرياكتنت، بس if it has مثلا two reactants لا بيعتمد على مجموع الاوردرز لمين؟ للتو reactants. But how can we determine the units of the rate constant? Well, جواب very easy. Let's take a reaction, A goes to product. Well, let's assume that this reaction is nth order in A.
يعني ما ناخذها ايش ماله للرتبه ان، اللي هي بشكل عام ان ممكن تكون 1 2 3 4 قد ما تكون، مش مشكله، فناخذها منطلق منها علاقه بشكل عام. ف therefore this reaction is nth order in n، يعني the rate low for this reaction is equal v، يعني v او rate of reaction is equal to k times a to the power n because the reaction is nth order. التفاعل إذا كانت القوة بشكل عام ماخذينها n. فهلا لاحظت كيف اللي هي، لاحظوا الكي راح تكون وحدتها ايش ماله، خلينا ناخذها بس اورجيكم اياها هون. This equation can be written like this k equal، يعني نحط k على طرف ونحط الثانيات على طرف ثاني عشان تساعدنا نطهرها، والk equals v over a to the n، فعشان هيك units of k is equal to units of rate divided by the unit of concentration to the power n. ماشي، اللي هي تكون unit of concentration to the power n. بس خلينا نعرف اللي هي what is the units of v، what is the units of rate، شو الوحدة ايش سرعة التفاعل. و by the way let's take مثلا va، what's va؟ it's minus dA by dt. ماشي، when this one you divide concentration by time. Usually the concentration we measure it in molar. فعشان هيك وحدة ال V راح تكون وحدة molar divided by unit of time. ماشي، والtime على فكرة ممكن يكون second إذا كان تفاعل سريع، إذا كان بطيء ممكن تعبر عنها بالminutes أو بالhours أو أي وحدك إياها، بس بالأغلب ناخذها، ناخذها بشكل عام مثلا بتساوي وحدة، بنقسم وحدة الزمن ناخذها second. فعشان هيك ال units of rate is molar per second. اللي هي ويورسو يو كان ايش ماله رايت ات لايك ذس متر سكند ماينس 1. اولسو يو كان رايت ات، تذكر المول از مول ديفايدد باي لتر، فعشان هيك ممكن تكتب المولر هذه ان هي مولر لتر ماينس 1 سكند ماينس 1، فكمان جاهز يعني بس يتريتل لايك ذس دونت ون، يعني مش هالشيء الغريب لانه المولاريتي هي مول لكل لتر، فبامكانك تكتبها هيك كمان. اوكي نرجع لموضوعنا، وات از ذا يونتس اوف كي؟ واليونتس اوف كي قلنا وحده ريت ديفايدد باي يونت اوف كونسنتريشن تو ذا باور ان. وات از ذا وات از ذا يونتس فور ذا ريت؟ اللي في البسط هذه شو الوحده اللي قلنا؟ سمولر سكند ماينس 1 نعوضها، ديفايدد باي كونسنتريشن تو ذا باور ان، وحدة الـ A بتكون عادة مولر، مولر to the power n، فبتكون m to the n. واضحة؟ هذه ايش مالها؟ تعال ناخذ العلاقة هذه ونبسطها. اللي هي وهير يو هاف مولر وهير يو هاف مولر تو ذا n، ديفايد ذيم باي ايتش اذر، ولما تقسمهم بتلاحظ بيطلع عندك ايش بتصير، هذه مولر تو ذا باور 1 ماينس n سكند ماينس 1. واضحة؟ فهيك هذه اللي هي وحدة k for nth order reaction. لاحظت كيف ماشي. What's the n؟ قلنا عنه ال n is the overall order of the reaction. هذه شو بنسميها؟ بنسميها الرتبة الكلية لمين؟ للتفاعل. You can write it like this لأنه المولر بتساوي مول بير لتر، فبإمكانك تكتبها مول to the power 1 minus n divided by the to the liter n minus 1 second minus 1. الطريقتين جاهزات. But let's take examples. How we, what are the rate constant? Okay. What is the unit? Okay. خلنا نأخذ مثلاً هذا القانون. عندي تفاعل. Okay. اللي هو والrate law تاعه v equals k times a. وبس تشوفوا this is what. This is first order in a. يعني زي ما أنا ماخذ التفاعل هذا إيش ماله. It's first order in a. For what's the units of k for first order reaction? شو بتكون وحدة k لما بيكون التفاعل شو ماله؟ second order. وعلى فكرة بإمكانك تطلعها لتزودها اللي هي بتكون ايش مالها molar to the power 1 minus n. n ايش هي؟ هي ال overall order، فبتساوي 1 minus، وال overall order للرياكشن هذا قديش؟ 1، مش هيك؟ ما في عندك غير الالفا وبتساوي 1، فبتصير مول to the 1 minus n. اوكي، او molar 1 to the minus 1 minus 1 بتصير m to the 0، وامتى the zero is 1 second minus 1. لاحظت كيف بيطلع second minus 1. فعشان هيك if the reaction has an overall order of 1، يعني first order reaction بتكون the units is second minus 1،
والسكند ماينس 1 هذه كمان لازم تعرفوها. This is the unit of a frequency. هذه وحدة التردد، وعادة شو بنسميها؟ بنسميها الهيرتز. اللي بنسميها ايش هي؟ الهيرتز، واضحة؟ ولا let's take what is the units of K for this reaction. وهذا بس تشوف الرياكشن. It's first order in A وfirst order in B والoverall order is 2. ماشي، هذا الoverall order is 2. For what is the units of K? You can derive it also from here. شو بتساوي M to the 1 minus الoverall order اللي هو 2. 1 minus 2 شو بطلع عندك؟ M minus 1 second minus 1. You can write it like this. Molar minus 1 second minus 1. وعلى فكرة this is the units of K for second order reaction. If you take this reaction كمان إلو rate low زي هذا. هذا كمان الoverall order إلو 2. فشو بتتوقع؟ بتتوقع الاوردر يكون شو ماله؟ متساوي زي ما انت شايف هنا، واضحة؟ اللي هي بلا اوكي. What is the units of K when the reaction is like this one? This one has an H, an overall order of 3. حدا مش عارف ليش 3؟ لانه هذه الاوردر في A1، الاوردر في B is 2، والاوفرول اوردر بيكون 1 plus 2 is 3، فهذا ثيرد اوردر. ونفس الشيء بتعوضها، بصير 1 minus 3 بصير m to the minus 2 second minus 1. لا ماشي، فسهل تطلعها. بدنا ناخذ مثال اخير. باي ذا وي let's take this reaction k equals h k times a to the power 3 over 2. 3 over 2 يعني in this case the reaction okay اللي هي has, the reaction has a fraction okay order. عرفت كيف؟ يعني بيكون الاوفرول اوردر تاعه كسر، وفي بعض الاحيان زي ما راح نشوف ممكن يكون الاوفرول اوردر كسر. For what is the units of K for this reaction? We derive it the same way. بتكون 1 to the minus 3 and 2. بتطلع عندك M to the okay. Sorry, I think this is minus half. مش هيك اللي هي هذيك بتكون 2 على 2 ايش مالها؟ في اشارة سالب بين بتكون ايش مالها؟ بلا هون ايش هذه؟ minus half m to the minus half second minus 1. فما تستغرب اذا شفت التفاعل الاوردر ايش كيو. وعلى فكره في تفاعل في معين اذا شفت التفاعل بامكانك تعرف رتبته بس من خلال وحده مين؟ وحده الكي. يعني اذا اعطاك ريت كنت رياكشن طوالي منها بتعرف شو هو الاوردر لمين؟ لها التفاعل. But let's take examples of some empirical laws. يعني okay, empirical rate laws. يعني rate laws اللي أعطيك إياها هذه مقاسة بالتجربة. Let's take this reaction. لاحظت كيف؟ And this reaction, what do we have? We have conversion of cyclobrobane to brobene. ماشي؟ This is a reaction. We call it ring opening. Ring opening عندك ring هذه ring ثلاثية بتفتح وبيطلع لك هذا الناتج. Okay. Well, they did this. Okay, they made this reaction, and okay, they studied this reaction and they determined rate low. And what did they found? They found that this reaction is first order in cyclopropane. يعني هذا rate low شو بتساوي k times the concentration of هذا اللي هو cyclopropane to the power 1. واضحة؟ فعشان هيك بنقول انه التفاعل هذا is first order in cyclopropane. دائما اذا لما الاوردر في reactant يكون واحد بنقول عنه first order. يعني when alpha is equal 10 we say that the reaction is first order. واضحة؟ اعطيكم مثال ثاني. لاحظتوا كيف اللي هي؟ They studied for example this reaction H2 plus I2 gives H2HI. Oh, by the way, this is not one reaction. Actually, this is two reactions. This is a forward reaction or reverse reaction. هذا تفاعل أمامي وتفاعل عكسي. And they studied the rate for this, the forward and the reverse reaction. For the forward reaction, let's say that the rate constant is K1. عادة التفاعل العكسي دائما كقاعدة بناخذها من هلا وطالع في الأمثلة القادمة. التفاعل العكسي بنعطيه rate constant مقداره K minus 1. minus 1 بنرمز له بالرمز بهالطريقه هذه. اوكي، ف واتس ذا ريت لو فور ذا فورورد رياكشن؟ شو هو الريت لو لمين؟ للتفاعل الامامي. قاسوا بالتجربه اون ذي فاوند ذس ون، ذس از ذا ريت لو. اوكي، اند اكوردنج تو ذس ريت لو وين يو سي ات وات داز ات تيل يو؟ ات تيلز يو ذات ذس رياكشن از فيرست اوردر ان اتش 2. لاحظ القوه هون واحد، ما بنكتبها الواحد دائما، والرياكشن كمان فيرست اوردر ان
I2. فعشان هيك this is first order in H2, first order in I2, and the overall order is 2. فهذا التفاعل first order في H2, first order في I2, ماشي, والoverall order is 2, مش هيك؟ وبعدين عم نقول إنه the reaction is second order overall. لاحظت كيف؟ وعشان هيك الـ units of K لازم تكون وحدة إيش؟ second order اللي هي molar minus 1 second minus 1. اوكي بلا في التفاعل العكسي, لاحظت كيف لما تاخذ التفاعل العكسي راح يعتمد على تركيز مين الرياكتور, التفاعل العكسي اللي هي الـ HI. They studied this reaction and they found ايش؟ معناه the rate of the reverse reaction is equal to K minus 1 اوكي times HI squared. يعني the rate of the reverse reaction depends on the square of the reactions of HI. وبهالطريقة هذه انه الفعل العكسي بيكون second order in HI. لاحظت كيف؟ فعشان هيك ال forward reaction is second order overall وال reverse reaction is second order overall. اوكي هلا مثال اخير ناخذه نحكي عنه بسرعة. If you take CH3CHO, this is acetaldehyde, and acetaldehyde ايش بصير فيه؟ It decomposes to CH4 and CO. They studied this reaction and it has one reactant. They found that the rate is proportional to the concentration of acetaldehyde to the power 3 over 2. يعني in this case the order is a fraction. في هذه الحالة ايش بيكون الاوردر ايش ماله؟ عبارة عن كسر قوة ثلاثة وثلاثة ايش ماله اللي هو على اثنين, واضحة اللي هي. فما تستغرب انه في بعض الحالات ممكن يكون ايش؟ ممكن يكون الاوفرول اوردر ايش هو؟ فراكشن, ممكن يكون كسور. وفي بعض الاحيان راح نلاحظ خلال الامثلة اللي راح تمر علينا انه ممكن يكون في بعض الاحيان كسور ممكن يكون سالب في بعض الحالات. واضح؟ شو معناته يكون موجب؟ انه كل ما زاد التركيز, لما بيكون الاوردر موجب كل ما زاد التركيز التفاعل بصير اسرع. لما بيكون الاوردر سالب معناته التفاعل شو بصير؟ بصير ابطا. اوكي هلا بدنا نتعلم عن شيء بنسميه الاناليسيس اوف كينيتيك داتا, يعني هاو كان يو تيك كينيتيك داتا اند فروم ذيم اوبتين ذا ريت لو. بنتعلم كيف بنطلع الريت لو للداتا. وعادة الكينيتيك داتا بتكون كونسنتريشن مع الزمن, يعني بتقيس التركيز عند أزمان مختلفة. ليش التركيز عند أزمان مختلفة؟ وعلى فكرة بعد ما تأخذ التركيز عند أزمان مختلفة من هذا بدك تطلع الريت لو. فهاو دو وي اوبتين ذا ريت لو فروم ذيس كينيتيك داتا؟ نستخدم تو ميثودز. فتو ميثودز ار يوز تو اوبتين ذا ريت لو فروم كينيتيك داتا. وشو هما طريقتين؟ ناخذ الطريقة الأولى. الطريقة الأولى بنحكي عنها كثير بنسميها differential methods. This methods we call it ايش؟ differential method. And from the name we could use the differential, we use the derivative. لاحظتوا كيف؟ بعطيكم مثال عليها. ها اوكي, if I have this reaction A goes to product, is converted to product, and I would like to know the order of this reaction in A. بدي أعرف قديش رتبة التفاعل في المادة A. واضحة؟ ما بعرفها. ففي البداية نفترض انه التفاعل بشكل عام هو nth order في A. يعني نعترض التفاعل هذا ايش ماله؟ is nth order في A. فبإمكانك تكتب انه V rate of this reaction is which is minus dA by dt is equal K times the concentration of A to the power N. ماشي؟ عشان هيك بنقول عن التفاعل هذا ايش ماله؟ nth order, يعني هذا التفاعل من الرتبة N. We want to determine what is the value of this N. فhow do we determine it? Okay, we said before you determine it, you need to collect kinetic data. يعني you have to go to the lab and make an experiment. قبل ما تحاول تعرف بدك تروح على التفاعل, بدك تروح تعمل التفاعل في المختبر. اوكي وشو بتعمل؟ تعمل تجربة. في التجربة هذه شو بتقيس؟ تبدأ التفاعل وبتصير ايش؟ بتقيس تركيز ايه مع عند ازمان مختلفة. يعني راح بالتالي يكون في تعمل جدول, والجدول هذا راح تكون في ايش هنا؟ هنا التايم تي راح تقيس به, راح والجدول الثاني شو راح يكون في عندك؟ تركيز ايه عند هاي الازمان قديش هو؟ واضحة؟
تأخذها بالصورة هذه. فعند الزمن صفر كان هالقد، عند 10 ثواني صار هالقد، بعد 20 ثانية حسب سرعة التفاعل بتأخذها. اللي فبتقيس عند أسبان مختلفة. And after you collect this data, what do you go? You can make go and make a plot like this one. You draw or you plot the concentration A of A versus time. ترسم تركيز A مع مين؟ مع الزمن. وباي ذا واي بامكانك كمان تعمل نفس الطريقه، بدل ما تاخذ اي تاخذ تركيز واحده من البرودكتس اذا بدك وتعطي ترسمه مع الزمن، بصير ما بتفرق كثير. فعشان هيك بعد ما تاخذهم this is the graph and you should get something like this. ماشي؟ هلا بعد ما تاخذ هذه بتيجي على الجراف هذا and you measure the rate of the reaction at different times. يعني بتبدا اول شيء مثلا عند الوقت هذا، بتقيس الريت عند الوقت هذا. كيف بنعملها؟ زي ما حكينا قبل شوي، بترسم مماس، بتاخذ ميل المماس، بعد ما تطلع ميل المماس تضربه بإشارة سالب بيكون سرعة التفاعل عند النقطة هذه. باقي بترد تقيسه عند زمن ثاني وزمن ثالث ورابع وخامس، وكل ما كان عندك نقاط أكثر كل ما كان أفضل. فهلأ you have the rate of reactions at different times، عندك سرعة التفاعل عند أزمان مختلفة اللي هي. والمفروض هلا من السرعه ومن الازمان هذه نستطيع عند ازمان مختلفه نستطيع نحدد ايش التركيز. ولاحظ كمان شو بتعرف التركيز عند الازمان هذه، يعني عند الزمن هذا بتعرف التركيز قديش هو، سهله ما عليه غير تمد عمود وتشوف قديش التركيز. هذا كان هنا مثلا، هذا اللي هي الاي نوت مثلا، هاي التركيز في بدايه التفاعل مش هيك، فبقل من اي نوت لهذه، عند النقطة هذه بيكون قل القيمة هذه، فبتعرف التراكيز كمان. فأنت عارف التراكيز وعارف السرعة عند كل واحد من مين؟ من الأزمان هذه. هلا من الأزمان هذه من التراكيز بنحددها. كيف بنحددها؟ أسهل طريقة تاخذها، خذ لوغاريتم الطرفين للقانون هذا. شو تعمل؟ خذ لوغاريتم الطرفين، فبتاخذ لوغاريتم الطرف هذا اللي بصير لوغاريتم V equals لوغاريتم، لاحظوا هذا مضروب في هذا، بصير لوغاريتم K زائد لوغاريتم a to the n، و a to the n لوغاريتم تاعها بصير n to the، ولو سمحتوا تصلحوا لي هاي الغلطة، هون في كلمة لوغاريتم ماشي، هون شو فيها لوغاريتم a، واضحة اللي هي n في لوغاريتم a. وبس تشوف العلاقة هذه طوالي شو بتدرس وشو بتعرف، انه في ستريت، يعني لما تاخذ لوغاريتم v وترسمها مع لوغاريتم a المفروض يطلع عندك خط مستقيم والسلوب تاعه ان، واضحه اللي هي مبينه لوغاريتم a ولوغاريتم v خط علاقه خطيه بيناتهم. لاحظوا هذا ثابت، لوغاريتم ال k شو ماله، هذا ثابت مش هيك، هذه n كمان ثابت. في لوغاريتم a لا، this is variable، تركيز a بيتغير مش هيك مع الزمن، ف this is variable وهذا variable. فبترسم على الواي اكسس لوغاريتم v versus concentration، او سوري هذه كمان هون في غلطه، versus the logarithm of concentration of a، بترسمها مع مين؟ لوغاريتم تركيز a. واكوردنج تو ذيس ريليشن شود تيلز يو ذات يو شود جيت ا ستريت لاين، يعني لما تاخذ النقاط هذه السرعة هذه عند الزمن هذا مع التركيز، السرعة عند الزمن هذا بيطلع عندك مجموعة من النقاط والمفروض يطلع على خط مستقيم زي هيك، واضحة اللي هي الصورة هذه. فبترسمهم بيطلعوا خط مستقيم، وحسب العلاقة هذه بتقول لك انه ميل الخط المستقيم هذا شو لازم يكون قيمته؟ قيمته n. لاحظتوا كيف لازم قيمته n؟ وبالطريقة هذه تأخذ الخط هذا ترسم عليه مثلث صغير زي ما عملنا، بتطلع السلوب، والسلوب بيكون هو ايش؟ n. It's the order of the reaction، بشوفها بتطلع معك 1 2 3 اللي هو، قعدت كيف هيك بتكون عرفت مين الاوردر. بس برضه كمان من البلط هذا شو بامكانك تعرف؟ بامكانك تعرف كمان اللي هي لوغاريتم الكي، قعدت كيف ماشي، وهي بتقول لك انه ماشي شو بتاخذها؟ بتاخذ لما بيكون تركيز A صفر مش هيك، هنا تركيز A هذا، لما يكون تركيز A صفر هذا الترم كله بصير صفر، وبطلع لوغاريتم V شو بتساوي؟ لوغاريتم K. فانت ما عليك غير تاخذ هذا الخط المستقيم and to extrapolate it to A equal zero، بتمده على استقامته لعند ال A equal zero. فهاي النقطة التقاطع مع مين؟ مع اللوغاريتم هذا. وعند هذا لما بيكون هذا صفر بتكون لوغاريتم v بتساوي لوغاريتم k، وهيك كمان بتكون من نفس الجراف هذا طلعت كمان قيمة
كي واضحة. وهيك بنكون عرفنا ايش ماله هذا القانون. لاحظوا عرفت كي وعرفت ان يعني you have determined the rate law for the reaction، مش هيك؟ فهي الطريقة كثير بسيطة. السيء فيها الطريقة هذه انه صعب يعني الدقة، صعب قياس الريت في دقة. عملية الرسم والتطلع السلوب وإشي زي هيك هذا ايش ماله ما بتستعملها بدقة عالية. فهي هي الطريقة الأولى. اوكي ولا اوكي، الطريقة الثانية كفي عن الطريقة الأولى، بس ناخذ الطريقة الثانية بنعتبرها دائما أهم وبتعطيك معلومات أكثر عن التفاعل. من الطريقة الثانية هذه كان اسمها الديفرنشال ميثود، هذه ميثود أوف انتجريشن. ماشي، وشو هي الميثود أوف انتجريشن؟ ماشي اوكي، هذا التفاعل لما تاخذوا A goes to product، لاحظتوا كيف؟ ماشي، ونفترضوا كمان ان اوكي نفترضوا هذا التفاعل ايش ماله اللي هو nth order في A، فبيكون الريت لو بساوي V او الريت is equal to K times A to the power N، مفترضينه لانه بالnth order. We would like to determine this one. فhow do we determine it؟ وفي الواقع for every order يعني بإمكان نشتق من العلاقة هذه قانون بنسميه الـ integrated rate law of the reaction. This is the differential law. لاحظوا هذا differential لأنه فيه derivative، بيشتق من هذا إيش اللي بنسميه الـ integrated rate law for the reaction. وهذا الـ integrated rate law هو اللي بيخليك تعرف شو الـ order للتفاعل. لاحظتوا كيف؟ وعادة في طريقة هاي فيها تجربة وخطأ. فالسؤال شو هو الانتجريتد ريت لو؟ وفي الواقع الانتجريتد ريت لو بيعتمد على الاوردر. ماشي، يعني باختصار الفيرست اوردر له انتجريتد ريت لو، السكند اوردر له انتجريتد ريت لو، الثيرد اوردر له انتجريتد ريت لو، فبيعتمد. فعشان هيك الطريقه هذه هي مبنيه على التجربه والخطا. ماشي، اللي هي بتجربه هل هو فيرست اوردر، يعني بجربه من خلال الانتجريتد ريت لو للفيرست اوردر. اذا طلع فيرست اوردر يو ار دان، خلصت يعني عرفت انه فيرست اوردر. بس اذا ما طلع فيرست اوردر تجرب سكند اوردر. ماشي اوكي، اذا طلع سكند اوردر خلصت، ما طلع سكند بدك تجرب مثلا الثيرد اوردر او الزيرو اوردر، ففيها تجربه وخطا. ماشي، فكيف بنجرب كل واحدة من هذول الحالات انه التفاعل هل هو first order second order او zero order او third order؟ نتعلمها في السلايد القادمة. اوكي، كيف هلا نختبر التفاعل؟ بدك تجرب انه first order او لا، فكيف بعرف انه التفاعل هذا مثلا او تفاعل معين first order ولا مش first order؟ واضحة؟ يعني بقول لك انه هو يعني بنعمله هلا بقول لنا تفاعل انه first order او لا، مش هيك؟ فكيف بعرف؟ ماشي، بدنا نشوف كيف بنطلع الانتجريتد ريت لو. فهاو دو وي فايند ذا انتجريتد ريت لو فور ذا رياكشن، بدنا نتحلى بنشتقها كيف هي. ليتس تيك ا رياكشن A goes to product and let's assume that this reaction is first order in A. بدي افترض هذا التفاعل شو ماله؟ في رياكتنت واحده A وفيرست اوردر فيها، يعني التفاعل هذا ايش؟ فيرست اوردر. ماشي، مفترضين انه فيرست اوردر. وعلى فكرة ما دامك عرفت مفترض انه first order you can write the rate law for first order reaction، بإمكانك تكتب الريت لو لمين؟ لل first order reaction، وبطلع معك اللي هو الريت تاع V او minus dA by dt equals k times the concentration of A to the power 1، لأنه مفترضينه انه ايش؟ هذا ال first order في A، وهذا ال low we call it زي ما قلت لكم. What do we call it؟ We call it لاحظوا ايش اسمه؟ This is the differential rate law. ماشي، هذا شو بنسميه؟ الانتجريشن، هذا بنسميه الديفرنشال ريت لو. واضحه؟ هلا من هذا القانون شو بدنا نطلع اللي هو من الريت لو هذا؟ بدنا نطلع شيء وي كول ات ايش ماله؟ الانتجريتد ريت لو. فهاو دو وي اوبتين ذا انتجريتد ريت لو؟ سمبل، ذيس از جاست لايك ا ديفرنشال ايكويشن فورست اوردر ديفرنشال. يعني عندك زي ما تقول فانكشن تركيز بيعتمد على الزمن، مشتقته هذه شو هو الاقتران بيشتقه حتى تعطيك المشتقة هذه. فكيف بنطلعها؟ بدك تحل first order differential equation. وعلى فكرة كيف بنحلها دائما؟ to obtain the sub اللي هي to obtain the integrated rate law. What do you do? You separate the variables. ولاحظوا في العلاقة هذه كم variable فيها؟ في اثنين. ماشي، شو هم two variables اللي هي ال A concentration of A. The concentration of A is a variable. هذا بيتغير مع الزمن خلال التفاعل، تركيز A بيتغير. فال A is a variable. ال T okay أو ال A نفسها هذه كمان هي variable. هلا T is also a variable.
يعني لما تعمل التفاعل بكون الزمن بيتغير من بداية التفاعل قديش صار التفاعل. فthis is ايش مال two variables. ال k is a constant واضحة، فهذا مش variable. فhow do we do it؟ we separate the variables، يعني we put one variable in one side we put the other variable in one side the other side. فلاحظوا لي على فكرة هاي العلاقة مين ال variable فيها a الأم، هاي ال a وال a بتحط اوكي بتحطهم على جهه بتحط الفاريبل الثاني على الجهه الثانيه، يعني بدك تقسم على اي وتضرب في دي تي، فبصير العلاقه هذه دي اي اوفر اي ايكوالز ماينس كي تايمز دي تي. لاحظتوا كيف هيك وي سيبريتد اول اي كي الفاريبل اي كلياته موجود وين هون، هلا الفاريبل الثاني وين موجود في الجهه الثانيه. فهلا لاحظت كيف كيف بنحصل على الانتجريتد ريت لوب، تاخذ العلاقه هذه بتكامل الطرفين ماشي، ولما بتكاملها بتكامل الطرف هذا وهي الكي ثابت بتخرج خارج التكامل، فبيطلع معك ايش بالصوره هذه اللي هي تكامل دي اي اوفر اي ايكوالز ماينس كي تايمز ذا انتجريشن اوف دي تي ماشي. ودائما ايش تعملها خذها يعمل الطريقه الاسهل تعملها اللي هي ديفينيت انتجرال، يعني تاخذ تكامل بحدود، وناخذ مثلا الزمن بيتغير من في بدايه التفاعل بيكون الزمن زيرو، وخلال اي لحظه له نعتبر الزمن وصل عند النقطه معينه نسميها تي. لاحظت كيف وصل عند الزمن تي، فهيك بدنا نكامل هذا الطرف من زيرو لتي. وهلا بتاخذها لما بيكون الزمن زيرو قديش بيكون التركيز عندك نسميه اي نوت، هذا التركيز بدايه التفاعل بتذكر سمينا الانيشال كونسنتريشن مش هيك. هلا لما يوصل الزمن التي بيكون التركيز نقص او تغير من اي نوت لعند قيمه جديده نسميها اي. لاحظت كيف ماشي، وخذها ما عليك غير تاخذ التكامل هذا، التكامل كثير سهل دي اي اوفر اي ذيس از سمبل انتجريشن ذيس از جاست لايك دي اكس اوفر اكس اوكي. فالتكامل بالطرف هذا سهل، هذا زي التكامل هذا اللي هي لما تاخذ دي اكس على مش هيك على اكس ماشي، وكلكم تعرفوه هذا التكامل، هذا التكامل شو بيساوي لين اكس مش هيك تكامله. فعشان هيك باختصار هذا الطرف شو تكامله اللي هو لين اي، ويو سبستيوت انت ايش ماله اللي هم الليمتس اي نوت لمين لاي اوكي. والطرف الثاني تكامل الدي تي اللي تكامل الاكس او تكامل الدي اكس تكاملها ايش بيكون تكاملها تي، وبتعوض فيها الليمتس، ولما بتعوض فيها الليمتس بتطلع عندك التكامل اللي هي لين اي ماينس لين اي نوت ماشي ماينس لين اي نوت ماشي اوكي ايكوالز بتعوض الطرف هذه ماينس كي تي بتعوض فيها الثاني بتعوض فيها صفر بصير كل التالي، فبساوي ماينس كي تي. وهذا هو الانتجريتد ريت لو، او هذه صوره من صور لمين الانتجريتد ريت لو. هذه علاقه كمان يو كان رايت ات لايك ذس، يو هاف لين اي ماينس لين اي نوت، وبتعرفوا هذه تصير لين اي over a note equal minus kt. فلو كتبته بالصورة هذه كمان جائز، لاحظت كيف ماشي اللي هي بهالصورة هذه اوكي. وش كمان شو بإمكانك تعمل؟ لاحظ إشارة السالب هذه لو قلبت لداخل اللوغاريتم بصير عندك إشارة سالب، مع إشارة السالب هذه بتروح بكاي تكتبه كمان لين a note over a equal kt. فهذول ثلاث صور، هذه واحدة هذول ايش ماله الثانية وهي الثالثة، all of them are the same equation but written in a different way. وعلى فكرة هذول ثلاث علاقات بخلوك بعطوك القدرة على انك تختبر اي تفاعل انه first order او لا. عرفت كيف ماشي اللي هي بهالصورة هذه. ولا نطلع عليها العلاقة هذه، على فكرة فيها اربع كميات، فيها a a note و k وفيها t، وثنتين منهم ثوابت ثنتين constants، k is a constant a note is a constant. لاحظوا الـ A note it's not a variable، الـ A note مش متغير عبارة عن ثابت، هي التركيز وين في بداية التفاعل يعني عبارة عن رقم، قديش كان التركيز في عند لحظة بداية التفاعل فهذا رقم، فهذا معتبره ثابت. لاحظتوا كيف ماشي. وعلى فكرة لو نقلت على طرف هذه بإمكانك تشوف إن العلاقة هاي بتقول لك إنه في straight اللي هي the relationship between ln A with time is a straight line، العلاقة بين ln A والزمن is a straight line if the reaction is first order، إذا كان التفاعل شو ماله first order. فعشان هيك بتتذكروا كيف عملنا بالdifferential method، بدك تروح تعمل نفس التجربة تقيس تركيز A عند أزمان مختلفة، بعد ما تقيس تركيز A عند أزمان مختلفة شو بتعمل؟
تيجي على التركيز وبتاخذ اللوغاريتم إلها، بتطلع يعني لن الاي، شوف السلايد السابقة بتطلع لن الاي. وفي الحالة هاي شو بترسم؟ ترسم لوغاريتم اي والتايم، ترسم لوغاريتم اي مع مين؟ مع الزمن. و if the reaction is first order it should follow this equation. لو كانت تفاعل first order لازم يطلع ايش ماله، ولما ترسم النقاط تاعتك لازم يطلع ايش ماله، يطلع على خط مستقيم. راح يطلع على خط مستقيم في حالة واحدة فقط، اذا كان التفاعل شو ماله؟ first order. اذا مش first order ما راح يطلع معك خط مستقيم، راح يطلع معك ايش ماله؟ منحنى. هاتك اذا طلع معك منحنى اللي هو it's not first order. اوكي، طب لنفترض انه طلع ايش ماله على خط مستقيم، لاحظت كيف اللي هي، وحسب العلاقه هذه شو بامكانك؟ بامكانك تطلع منه اللي هو قيمه الكي الثابت هذا، وهي سهله. وحسب العلاقه لاحظوا لي ايش بتساوي السلوب لن اي، بتساوي ايش ماله، بتساوي اللي هي الماينس كي. اذا اخذت سلوب الخط المستقيم هذا تطلع قيمته بتساوي ماينس كي. على فكره لاحظ راح تاخذ السلوب، سلوب لاحظ هذا السلوب الخط المستقيم سالب، فلما تعوض السلوب هنا السالب مع السالب بتروح بيطلع كي ايش ماله موجب. دائما الريت كونستنت لازم يكون رقم موجب، لاحظت كيف. وحسب العلاقه هذه لاحظوا لما التايم بيساوي صفر لازم ايش يكون لن الاي ماينس لن اي بيساوي صفر، يعني لن الاي بتساوي لن الاي نود. فهي النقطه الانترسبت لما اديته لعند الصفر عند الزمن صفر، هذه القيمة شو بتساوي اللي بيطلع معك من المنحنى هذا، هي لن الاي نوت. فبإمكانك من نفس المنحنى تقيس لن الاي نوت ولن مع الزمن، واضحة؟ فهيك بتكون عرفت، يعني بترسم ايش الجراف هذا، إذا رسمت هذا وطلع خط مستقيم اتس ستريت، طلع معك خط مستقيم بيكون الرياكشن از فيرست اوردر ان اي، إذا ما طلع خط مستقيم اتس نوت فيرست اوردر، واضحة؟ بدك تجرب مين؟ السكند اوردر. بالله اوكي، there is another way for writing the integrated rate law first order reaction. في طريقة ثانية نكتبها، بتلاحظوا انه كتبناها في السابق بدلالة، يعني كتبنا الـ integrated rate law بدلالة مين؟ التركيز، بدلالة تركيز ايه عند لحظة معينة. الطريقة الثانية كيف بنعملها؟ بدل ما نكتب بدلالة التركيز وبنكتبه بدلالة الكمية اللي تفاعلت، لاحظت ماشي؟ يعني عند التفاعل انت بتبدا التفاعل ايش ماله باي نوت، مش هيك؟ هلا كل ما مش الزمن راح ينقص بكميه مقدارها اكس، ماشي؟ كل ما مش الزمن راح قيمه اكس ايش ماله تكبر. فانت بامكانك تكتب تركيز اي بدلاله الكميه اللي تفاعلت، وعلى فكره قيمه تركيز اي عند هذيك اللحظه شو راح تكون؟ اللي هي اي نوت ناقص اكس، ماشي؟ وهنا تركيز بي عند اي لحظه خلال التفاعل راح تكون بتساوي اكس، لاحظتوا كيف ماشي؟ بس بدل ما نكتب دلاله تركيز اي كتبناها بدلاله كميه اللي تفاعلت. اكس شو هي؟ This is the amount اللي هي concentration of A that has reacted، واضحه؟ هذا التركيز اللي ايش؟ اللي نقص، قديش تغير كميه النقصان في تركيزه، تركيز اي بدلاله الكميه اللي تفاعلت، لاحظتوا كيف؟ ونفس الشيء this is the differential rate law لهذا التفاعل، كيف بامكانك تكتبه؟ بحلل A حط A نوت ناقص X، فبتطلع هذه بتساوي ماينس dA، بحلل A حط A نوت ناقص X على dT، شو بتساوي؟ K في A، وتركيز A عند لحظة شو بيساوي؟ الـ initial concentration ناقص التركيز اللي تفاعل، لاحظتوا كيف؟ ماشي؟ اللي هي بهالصورة هذه، فحطيناها بدلالة التركيز هذا. بس تعالي بس ناخذ المعادله هذه ونبسطها. لاحظ بدك تاخذ ديريفيتيف اوف اي نوت ماينس الديريفيتيف اوف اكس، وعلى فكره هذا بامكانك تجزئه، مش هيك؟ طلع عليه كيف بامكانك تعمل تجزئه. فبامكانك تكتبه هذا ماينس دي اي نوت باي دي تي بلس ماينس ماينس بصير بلس دي اكس باي دي تي، ماشي؟ ولاحظوا لي على فكره الترم الاولاني يعني هذا صفر، هذه مشتقه اي نوت، واي نوت ثابت، مشتقه الثابت دائما صفر. فشو بضل عندك العلاقة اللي هي dx by dt equals k times a minus a minus x، واضحة؟ فهي كتبنا التفاعل ايش ماله. هلأ صارت في عندنا طريقة تانية، to obtain the integrated rate law we take this equation and we integrate it، ماشي؟ زي ما عملنا بالسابق، بتفصل اللي فيهم x على طرف واللي فيهم t على طرف وبتكامل. فلما تفصلهم تطلع dx على a نوت minus x بتساوي k times dt، اوكي؟
مش هيك اللي هي مظبوط. اوكي وي تيك ات يو انتجريت ماشي اللي هي بس الصوره. اند وين يو انتجريت يو هاف دي اكس اوفر اي نوت ماينس اكس ايكوال كي تايمز انتجريشن اوف تي ونفس الليميتس. لاحظت كيف من 0 لتي، ولاحظ لما الزيت كي تايم 0 اكس از 0 مش هيك، لما الزمن بعد ما بدا لسه التركيز بعده اي نوت ما نقص بشيء ماشي، في كميه المتفاعله بتكون صفر. هلا لما يوصل تي بيكون تفاعل منه اكس، لاحظت كيف، وكامل. وعلى فكره بامكانك تشوف بكل بساطه انه هذا الانتجريشن الانتجريشن له بيساوي ماينس لين اي نوت ماينس اكس، والانت بتعوض فيه الليمت من 0 ل x equal kt من 0 لمين؟ لt، بتعوض الليمت وبتعوض، راح يطلع معك كالتالي لين ماينس لين a نوت ماينس x بلس لين a نوت equals a equal kt. ونفس الشيء على فكره هذه العلاقه كمان بامكانك تكتبها انه لين a نوت over a نوت ماينس x is equal to kt. This equation بلا this equation ايش مالها، وهذه الايكويشن هم نفس الايكويشن، وهذول على فكره ايش هم الانتجريتد ريت لو اوف فيرست اوردر رياكشن، بس كتبنا دلاله اكس. وعلى فكره اف يو تيك ذا انتي لوغاريتم اوف بوث سايدز، هذا عندك لوغاريتم من نشر لوغاريتم، الانتي لوغاريتم لهذا شو بتساوي اللي هي اي نوت ماينس اكس على اي نوت. لاحظ قلبتها وحطيت هون اشاره سالب بتصير اي تو ذا ماينس كي تي، بس مشان اورجيكم انه الكمية المتفاعلة بتزداد شو مالها أو بتزداد exponentially، مش هيك شو بصير فيها؟ أو تركيز A النقصان فيه إيش ماله؟ exponential، لاحظت كيف يعني إيش ماله النقصان؟ فدائما لما بيكون التفاعل شو ماله؟ اللي هو first order، فدائما الـ A not minus X equal E not this is the initial concentration multiplied by this، فراح تلاحظ دائما بيتناقص إيش ماله؟ exponentially. على فكرة من هذه العلاقة كمان بإمكانك تعرف التفاعل إنه first order أو لا، شو بتعمل؟ نفس الشيء زي هذه بترسم لين A نوت ماينس X ماشي، لين A نوت ماينس X with time and if the reaction is first order you should get a straight line. إذا كان التفاعل first order راح تحصل على خط مستقيم، والسلوب بتاعه شو بيساوي؟ K، والانترسبت هذا بيساوي لين A نوت. واضحة؟ فكثير بسيطة اللي هي تستخدمها. فهي الطريقة اللي بنستخدمها في اختبار، لاحظت كيف؟ بلا على فكرة ليش الطريقة الثانية أفضل؟ لاحظوا ليش اشتقينا الانتجريتد ريت لو في طريقتين؟ والسبب إنه في بعض أحيان هنا ما فيش غير رياكتنت واحدة، بس لو في تو رياكتنتس راح يطلع عندك انتجريشن أوف تو فاريبلز. بس إذا بتقدر تكتب كمية المادة المتفاعلة بيطلع عندك إيش؟ انتجريشن في 1 فاريبلز. راح أورجيكم حالي كمان شوي. ليه؟ فهاي الطريقة اللي بدنا نعتبر فيها تفاعل انه فيرست اوردر او لا. اوكي نبدا بالاوردر الثاني سكند اوردر، يعني اوكي وي هاف ا رياكشن وي ترايد فيرست اوردر ات وازنت فيرست اوردر، فممكن يكون شو ماله سكند اوردر، فبدك تجرب انه سكند اوردر او لا. فهاو كيف بندرب؟ وعلى فكره السكند اوردر في اكثر من حاله، ممكن التفاعل يكون second order في reactant واحدة، وممكن يكون second order في two reactants، يعني يكون إيش ماله اللي هو second order في بس هو في يعني هو first order في two reactants، فعشان هيك بيكون ال overall order تاعه إيش هو ال order two. فكيف بنشتقها؟ اوكي فنشتقها كالتالي اللي هي خلونا ناخذ second order في reactant واحدة، يعني I have this reaction A goes to B والتفاعل هذا شو ماله؟ It's second order in A. فعشان هيك لاحظوا شو بيطلع عندك، شو الريت له للتفاعل هذا؟ هو minus dA by dt بتساوي K في A squared، وعلى فكرة هاي بتطلع شو بتساوي؟ minus dA في A في A نوت في A نوت ناقص X على dt equal K في A نوت minus X squared ماشي. وعلى فكرة بإمكانك تأخذ هذه وتختصرها اللي هي دي اي نوت كمان صفر، فبتطلع العلاقه هذه. مش عارف ليش مش كاتبها، اكتبوها انتوا عندكم. هاي بتساوي ما بتساوي دي اكس باي دي تي بتساوي الطرف هذا، يعني هذا كلها شو بتساوي؟ دي اكس باي دي تي. شوف كيف عملنا قبل شوي، بتلاحظ انها هاي دي اكس. فهلا بتاخذ هاي العلاقه وبتكاملها نفس الطريقه، بتكاملها من صفر لتي وهاي من زيرو لاكس، وبعد ما تكاملها بتلاحظ انه التكامل ايش بيطلع لها؟ هاي تكاملها minus 1 over a naught minus x
وهاي ايش تكاملها اللي هي كي تي، هاي تكاملها تي بشكل، فبصير هذا الطرف كي 2 من 0 لتي، بتعوض الليمت فبيطلع عندك ايش، مرة بتعوض اكس مش هيك اللي هي، فبتطلع 1 على اي نوت ماينس اكس ماشي اللي هي، المرة الثانية شو بتعوض؟ بتعوض 0 سوري بتعوض ايش هذه اللي هي 0 اكس، وبضل عندك ايش ماله 1 اوفر اي نوت لما تعوضها ماينس ايكوالز ايش كي تي. اوكي خذهم هذول الثنتين واجمعهم بتلاحظ مجموعهم شو بيطلع؟ بيطلع x over a نوت times a نوت minus x equal kt. ماشي فهذه هي ايش مالها؟ اللي هي العلاقة اللي او هذا الانتجريتد ريت لو فور سكند اوردر ريأكشن، هذا الانتجريتد ريت لو سكند اوردر ريأكشن. وبس تشوف هذه العلاقة شو بتقول لك؟ بتقول لك انه لو اخذت اوكي x over a نوت minus x equals kt ماشي، وعلاقة ايش عندك؟ لو رسمت ال x over a نوت minus x واضحة اللي هي اوكي لاحظت اللي هي بهالصورة هذه، ورسمتها مع مين؟ مع الزمن. لاحظوا الكيناتيك ديتا نفسها تركيز واحدة من الرياكتد او البرودكت مع الزمن، ورسمت ايه بيطلع عندك ايش ماله؟ خط، لازم يطلع عندك خط مستقيم مبين العلاقة خطية بين الطرفات تناسب طردي، فعشان هيك بيطلع عندك خط مستقيم. وبالتالي لما تاخده راح تكتب خط مستقيم، فيطلع معك خط مستقيم طوالي انت عرفت ان التفاعل سكند اوردر. اذا ما طلع خط مستقيم طلع منحني بهالشكل هذا بيكون التفاعل شو ماله؟ اتس نوت سكند اوردر، بدك تجرب الزيرو اوردر او الثيرو اوردر ثري ثيرد اوردر واضحه. وعلى فكره طوالي هيك شو بتكون عرفت؟ عرفت كمان من هذا انه السلوب، بالله حطوا لي هون كلمه اي نوت عشان السلوب يطلع ايش ماله. اوكي اسف بعمل الاخطاء اللي هي ارسم هون ايش، هي هون اي نوت، يعني بدك ترسم اياها هذا الطرف زي ما هو عشان يطلع كي. اذا زي ما انا حاطه راح يطلع كي في اي نوت، السلوب بيساوي الاي نوت معروفه منها بتعرف قديش قيمه كي. وانت هون الانترسبت بمر بالصفر لانه لما يكون التايم صفر بتكون الكميه اللي تفاعلت شو مالها صفر واضحه. فدائما اتذكر انه plot of x over a note times a note minus x okay, versus t must be a straight line for second order reaction، لازم يكون خط مستقيم لمين؟ اذا كان التفاعل second order، اذا ما كان second order ما راح يطلع من عندك second تفاعل. وهيك بتكون عندك اختبار تعرف التفاعل انه second order او لا. اوكي ناخذ second case، يعني لما يكون ايش ماله second order reaction in two reactants. مثال عليها ناخذ هذا التفاعل A plus B بيعطي C في two reactants. Let's say that this reaction is first order in A و first order in B. فعشان هيك الريت لو تاعه minus dA by dt equals K times A times B. First order في A و first order القوة واحد والقوة واحد. وعشان هيك ال overall order is two. This is a second order reaction. For what's the integrated rate law for this reaction؟ وعلى فكرة في حالتين لاحظت كيف ماشي، ممكن تعمل التفاعل هذا، لاحظ بدك تخلط بدك تعرف تركيز A نوت لل A وال A نوت لمين؟ لل B في الحالة هذه. وخلينا نقول إنه عملنا التفاعل وعملنا تركيز ال A نوت بتساوي إيش؟ ال B نوت، يعني نعمله بطريقة الأولى نخلي تركيز A في بداية التفاعل وتركيز B في بداية التفاعل شو مالن؟ متساويات. فهي هذه A نوت ماينس X وهاي B نوت ماينس X واضحة اللي هي بهالصورة هذه نسميها. فهذه K بتساوي في A، تعال نعوضها بدلالة X بدل ما اكتب التركيز شو هو، عوض اكتب التركيز بدلالة X. ولاحظوا على فكرة الكوبشن تاعها متساوي، فهذه عند أي زمن راح تكون ناقصة بكمية X، هاي بتكون نغنزت كمان بكمية X. فبإمكانك تكتب التفاعل هذا بتساوي dA نوت ماينس x by dt، وهي هذه بتساوي dx by dt is equal to the concentration of the first one، ماشي concentration الأولى مضروب في تركيز مين؟ اللي هي الثانية واضحة؟ اللي هي بهالصورة هذه. تعالوا نعمل ايش؟ تكامل العلاقة واحدة. على فكرة طريقة تبسط على نفسك فيها، لاحظوا لو ما كانوش لما لاحظوا لو استخدمنا هذا القانون وحاولنا نعمل الانتجريشن ما راح يزبط.
لأنه في عندك two variables A و B، بس لما كتبتهم دلالة X صار في one variable اللي هو X. لاحظت كيف؟ عشان هيك هاي الادفانتج اوف يوزينج X. اوكي، بس على فكرة تعبنا نكامل هذا، وهذا كمان في له حالتين. حالة أول اللي هي على فكرة يعني إذا شاطر بدك تعمل التفاعل هذا بتعمله بحيث يكون A و B تركيزهم متساوي. إذا تركيزهم متساوي يعني A بتساوي B نوت، وهيك شو بتصير؟ بإمكانك تحط محل هذه إيش؟ ما تركيزه متساوي تحط محلها A نوت، فشو بتصير؟ A نوت ناقص X في A نوت ناقص X، وهيك بالتالي بتصير DX باي T شو بتساوي؟ K في A نوت ناقص X سكويرد، وهو نفسه اللي طلع معانا في السابق. وبتعمل الجراف شو بيطلع معك؟ بيطلع معك اكس على اي نوت ناقص اكس بتساوي ايش مالك اي تي. هذا نفسه الانتجريتد ريت لو اللي طلع معنا وين؟ في السابق. واضحه؟ اوكي، في حاله ثانيه ممكن واحد يختار، لاحظتوا كيف؟ انه بديش اعمل تركيز اي وبي متساويات، مش هيك؟ فبصير عندك هيك التكامل، هذاك تكامله، مش مهم كيف بيكامله، بس لما تكامله بيطلع بالشكل هذا 1 اوفر اي نوت ماينس بي نوت في الـ P نوت على A نوت في A نوت ناقص X في على A نوت ناقص PX equals KT. فبيطلع عندك بالصورة هذه. على فكرة هذا التفاعل حتى تختبره شو بدك ترسم، لاحظ this is a constant مش هيك؟ واضحة؟ بدك ترسم هذا مع الزمن لازم يطلع معك ايش ماله اللي هو خط مستقيم. وعلى فكرة مش عارف، حاسس اني غلطت بالعلاقة هذه، في اشي مش sorry I made a lot of mistakes. لاحظت كيف هذا القانون بتتذكروا هذا نفس التكامل طلع معنا بالفرع السابق، فلازم يكون في هنا ايش مضروب ومضروب في ايش ماله في اي نوت، لا تنسوها ولا تتاكدوا منها. فهذا القانون ايش ماله لتعرفه. اوكي، فسهل تعرف ان التفاعل سكند اوردر او لا. طيب زي ما حكيت لكم ايش بدك تجرب، يعني بتجرب فيرست اوردر. كيف بتجرب فيرست اوردر؟ ترسم لوغاريتم اي مع الزمن، طلع خط مستقيم انت خلصت انتهيت عرفت انه فيرست اوردر، ما طلعش بدك تجرب مره ثانيه السكند اوردر. واضحه؟ اذا طلع سكند اوردر بتخلص. لاحظت كيف؟ ماشي، فبدك تجرب ايش ماله. فالطريقه هذه مبنيه، معرفه الاوردر مبنيه على التجربه والخطا. اوكي، بلا في شغله من مهمه نتعرف عليها بنسميها الهاف لايف اوف رياكشن. وشو هي تعريف الهاف لايف اوف رياكشن؟ الهاف لايف اوف رياكشن بنعرفها على اساس انها ايش مالها، بنرمز لها بالرمز باي ذا واي تي هاف. الهاف لايف بنرمز لها بالرمز تي هاف اوف رياكشن. وشو هي؟ اتس ذا تايم نيدد فور ذا كونسنتريشن اوف رياكتنت تو ريتش هاف اوف ذا انيشال كونسنتريشن. هو الزمن اللي بيستغرق التفاعل حتى ينزل التركيز من الانيشال كونسنتريشن لنصف الانيشال كونسنتريشن، يعني حتى يتفاعل نصف الكمية الموجودة. واضحة؟ هذا الزمن اللي بيستغرق التفاعل حتى هي يوصل من A نوت لنصف A نوت شو بنسميه؟ بنسميه الهاف لايف اوف رياكشن. واضحة؟ اللي وعلى فكرة لاحظتوا كيف؟ عند الـ T هاف رياضيا تعال نكتبها، عند الـ T هاف شو لازم يكون؟ لازم الـ A أو الكونسنتريشن اوف A شو يساوي؟ يساوي هاف A نوت. لاحظت كيف؟ ماشي، شو يساوي ايش ماله؟ هاف نوت. او الكميه اللي تفاعلت اللي هي الاكس شو لازم تساوي؟ كمان اي نوت تقسيم 2. لاحظت كيف؟ ماشي، يعني اكس بتساوي ايش ماله؟ نصف الاي نوت. واضح؟ فهذا هو تعريف الاي نوت. طبعا كيف بنعرف الاي نوت؟ اوكي، اوكي، اول طريقه نتعملها اللي هي تشتقلها علاقه. لاحظت من ايش؟ من الانتجريتد ريت لو. كيف تشتقها؟ فاض الانتجريتد ريت لو عوض في ايش؟ عند التي هاف بتكون الاي شو بتساوي؟ نصف اي نوت، او الاكس بتساوي اي نوت على 2 وبتطلعها. فعشان هيك بلا خلينا نطلعها. واتس ذا هاف لايف فيرست اوردر رياكشن؟ شو هي الهاف لايف لمين؟ لفيرست اوردر رياكشن. ليتس تيك ذا انتجريتد ريت لو. لا، هذا ريت لو لمين؟ للفيرست اوردر رياكشن. ماشي، اللي هي لن اي نوت على اي نوت ماينس اكس ايكوالز كي تي. كيف بتطلع التي هاف منه؟ كثير سهله. عند التي هاف الاكس هذه شو لازم تساوي؟ نصف هذه. ماشي، الاكس بتساوي نصف اي نوت، تفعل نص وباقي النص، مش هيك حكينا؟ وعوض محل هذه ايش؟ لن اي نوت على اي نوت ناقص، محل الاكس بتحط نص اي نوت. هذه شو لازم تساوي؟ الكي تي هاف. هذه الصلي علاقه صحيحه عند التي هاف. ولما تعوضها شو بيطلع عندك؟ اي نوت ناقص نص، بيطلع نص اي نوت، وبتلاحظ الاي نوت بتروح مع النوت،
وهم شو بيطلع عندك؟ لوغاريتم 2 equals k في t half، ماشي؟ وعلى فكرة t half شو بتساوي؟ لوغاريتم 2 divided by k، واضرب على الكالكوليتر اللي لوغاريتم 2 عبارة عن ثابت، لوغاريتم 2 بتساوي 0.693 divided by k. فمثل هذه الطريقة اللي بتحسب فيها، وهذه العلاقة بإمكانك تحسب منها t half، بس ما تنسى هذا مستخدمها فقط لمين؟ للفيرست اوردر رياكشن. هاي العلاقه اشتقيناها لمين؟ للفيرست اوردر. راح نلاحظ كمان شوي انه السكند اوردر الهاف لايف تاعته بتختلف. وشو بتلاحظ في ميزه تي هاف للفيرست اوردر رياكشن؟ فقط بتزمك كي حتى تعرفها، ما بعرف ما بهمك شيء ثاني، ماشي؟ زي ما راح نلاحظ انه الكي، او زي ما بتلاحظوا انه تي هاف ما بتعتمد على الاي نوت، يعني غير الانيشال كونسنتريشن زي ما بدك، بظل التي هاف شو ما لا الها نفس القيمة، لاحظت كيف بظل إلها دائما نفس القيمة. فعشان هيك ميزة بالفيرست اوردر رياكشن انه الكي از اندبندنت اوف ذا انيشال كونسنتريشن، ات ديبندز اونلي اون كي. ولاحظوا العلاقة التي هاف مع الكي عكسية، كل ما كانت التي هاف أكبر كل ما كانت التي هاف أقصر، وهذا متوقع لأنه التفاعل بيكون أسرع. اوكي إيه نفس الطريقة طبعا نشتق علاقة لمين؟ هاف لايف اوف سكند اوردر رياكشن. وعلى فكرة زي ما قلنا في له أكثر من حالة سكند اوردر رياكشن. الحالتين الأولانيات اللي هي لما بيكون سكند اوردر في رياكتنت وحدة، أو سكند اوردر في تو رياكتنت، بس يكون الانيشال كونسنتريشن متساوي بيكون له هاف لايف. إذا كان الانيشال كونسنتريشن للتو رياكتنس مختلف التفاعل ما له، بتقدرش تعرف له تي هاف لايف. يعني لما بتاخذ رياكتنت واحدة بيكون خلص وصلت نصف التركيز، بس التمخات الثانية ما له. فإذا كان التفاعل سكند اوردر في تو رياكتنس والتركيز تاعهم الابتدائي مش متساوي ما له هاف لايف. فخلينا ناخذ قديش السكند اوردر لمين؟ لتنتهن حالتين هذول، اللي هم لما يكون second order في one reactant أو second order في two reactants والinitial concentration متساوي. تعال نطلعه. كيف بنطلعه؟ تقريبا بنفس الطريقة. We start with the integrated rate law of second order reaction اللي هو هذا x over a naught over times a naught minus x equals kt. وشو بتعمل؟ محل الx هذه بتعوض ايش؟ x بتساوي نص a naught عند الهاف لايف، ماشي؟ ولما بتعوضها بتعوضها عندك هيك، بتاخذها وبتبسط. لاحظت كيف؟ راح تلاحظ انه اوكي، لاحظوا اي نوت على اي نوت تربيع هون عندك، وهي شو بتطلع؟ اللي هي التي هاف لما بتاخذها بتارنج، بنجيب الكي على الطرف هذا، بصير التي هاف بتساوي 1 اوفر كي تايمز اي نوت. لاحظت كيف؟ هذه القانون بامكانك تستعمله حتى تحسب الهاف لايف اوف سكند اوردر رياكشن. لاحظت كيف؟ وبس تشوفها طوالي بتلاحظ انه في اختلاف كبير بين الهاف لايف اوف سكند اوردر والفيرست اوردر. شو هو الاختلاف؟ قبل شوي شفتوا انه الفيرست اوردر ما في القانون غير كي، هون لا، في كي وفي اي 2. يعني باختصار الهاف لايف اوف سكند اوردر رياكشن ديبندز ان اي نوت، الفيرست اوردر لا ما بتعتمد. يعني باختصار if you start to ايش مال with a c if start reaction with a note it has a half life. If you change the concentration the half life will change. بتتغير، بتعتمد قيمتها على مين اللي هم. ودائما على فكره الهاف لايف لكل الاوردرز بتتناسب عكسيا مع مين؟ مع الكي. ماشي اوكي. فهذا القانون بينطبق، بلا نذكركم اياه كمان، انطبق امتى؟ إذا كان second order في one reactant أو كان second order with ايش؟ A note equal B note. ماشي، بنطبق فقط في هذه الحالة. والله في معلومة أخيرة قبل ما نوقف اليوم، اللي هي اوكي how many half life does the reaction have؟ يعني زي ما تقول السؤال هو كم نصف عمر له التفاعل؟ واضحة؟ تعالوا ناخذ مثال عند التفاعل هذا ايش ماله؟ بدينا بتركيز ايش ماله؟ A note، وبلش يتغير هيك بهالصورة هذه. اوكي، نقدر نحدد الاي نوت على الشكل هذا؟ اه بتقدر. هذه الاي نوت شايفه؟ اقسمها على اثنين وشوفها وين بتيجي على النوكس على الاكسس هذا. فاي نوت على اثنين اللي هي نص اي نوت، بتحدد وين الاي نوت نص اي نوت بتيجي على الاكسس اللي هي نصف المسافه هاي اللي حتكون. فبتاخذها هيك، ولما تعرف النقطه هذه شو بتعمل؟ بتاخذها وبترسم ايش ماله؟
شوف حتى يتقاطع مع الخط وبتنزل عمود بتشوف التي، هذه بنسميها التي هاف اوف ذا رياكشن. او اقول لكم شو بدنا نسميها، بدنا نسميها الفيرست هاف لايف اوف ذا رياكشن، هذه بدنا نسميها فتره نصف العمر الاولى، نصف العمر الاولى للتفاعل. هذه شو بدنا نسميها؟ فتره نصف العمر الاولى، ماشي. طب كم نصف عمر باقي له؟ تعال نشوف. لاحظوا هلا لما التفاعل يكمل من عند النص اي نوت بيبدا نص الحياه الثاني بيكون بدا. ولاحظوا لي على فكره لما الاي نوت تصير اي نوت على اربعه، يعني الاي نوت على اربعه اللي هي نص النص اي نوت، نص الاي نوت، نص النص اي نوت سوري. لاحظت كيف ماشي وقديش بيستغرق؟ راح تلاحظ انه شو ماله؟ راح من عند الزمن هذا يستغرق قديش؟ ها لحد النقطة هذه. هذه شو بنسميها؟ بنسميها second half life of the reaction، واضحة؟ وهلا بيكون بدا نصف العمر الثالث، لاحظوا لما يوصلوا نصف التركيز بيكون وصل نصف العمر الرابع، ونصف العمر الخامس، والسادس، والسابع. وعلى فكرة على هالأساس هذا التفاعل شو ماله؟ عمره ما بينتهي، يعني له أعداد أو أنصاف أعمار كثيرة جدا. لاحظت كيف ماشي؟ وعلى فكرة إذا كان تفاعل first order راح تكون كل أنصاف الأعمار متساوية، لاحظت كيف؟ نصف التفاعل والهاف ما بتعتمد على الإي نوت، مش هيك على الإنيشال كونسنتريشن، فبطلع كله متساويات. إذا كان تفاعل second order لا. ماشي؟ شو راح تلاحظ؟ راح تلاحظ التي هاف تعتمد تتناسب عكسيا مع مين؟ مع الاي نوت. فعشان هيك شو بتتوقع؟ التي هاف الاولانيه تكون قصيره، الثانيه اطول، الثالثه اطول واطول، والرابعه اطول واطول وسو اون. لاحظت كيف ماشي؟ وعلى فكره كيف بامكانك تحسبها؟ اللي هي النسبه بين كل عمر، نصف العمر والعمر اللي بعديه، يعني التي هاف 1 على تي هاف 2 بامكانك تورجي انها بتساوي اي 2 على اي 1 للقوه ناقص 1 الان ناقص 1. ماشي، والان ناقص واحد اللي هي الاوردر اوف ذا رياكشن. واضحه شو هي؟ هي الاوردر اوف ذا رياكشن. لكن نوقف هون اليوم.